من مزامير ترتيل بين داود النبي بركاته على جميعنا. رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرزون، وجعلوا مسامير في جسدي، فلا تهملني يا ربي وإلهي، صخبوا يدي ورجلي وأحصوا كل عظامي. تسموا ثيابي بينهم وعلى لباس اختاروا، تكلموا بشفائهم وحركوا رؤوسهم، وقالوا إن كان آمن واتكل على الرب فليخلصه ولينجيه إن كان أراه. ليتراءف الله علينا ويسمعنا ويرحمنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس. فصل من إنجيل معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. حينئذ أخذ جند الوالي يسوع وأدخلوه إلى الإيوان، وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسي، وجعلوا في يمينه قصبتان، وكانوا يكثون على ركبهم قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك داود. وكانوا يبصقون في وجهه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، فلما هزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه وجدوا رجلا قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى الموضع الذي يقال له الجلجلة، الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة، ولما ذاق لم يرد أن يشرب، ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم مخترعين على
الناس يحرسونه هناك وكتبوا قضيته فوق رأسه مكتوبة هكذا هذا هو يسوع ملك اليهود حينئذ صلب معه للصين واحدا عن يمينه وواحدا عن يساره وكان المكتازون يجدفون عليه ويحركون رؤوسهم قائلين يا ناقض هيكل الله وباني في ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت أنت هو ابن الله فانزل عني الخشب وكذلك رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ كانوا يستهزئون به قائلين خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسه إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤمن به إن كان متكلا على الله فلينقذه الآن إن كان يريده لأنه قال أنا هو ابن الله وكذلك اللصان اللذان صلب معه كان يعيرانه ومن وقت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى وقت الساعة التاسعة والمجد لله دائم.